لاباس عليكم. هاليوم اخواتي نحنا فرحانين بزاف 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 فرحانين. مهم اخوتي، احنا جينا باش نطمنوكم وجينا باش نقول لكم بان حنايا ان شاء الله احنا غادي نسافروا، لان واحد الاخ كيف ما شفتوا معايا في البدايه، واحد الاخ هذا اخ جزائري مقيم في فرنسا، هو مسكين اللي قال لي اخويا محمد راني ضروري انا اللي غنشري لك البي، انا اللي غنشري لك التيكيت، وكنشكروه بزاف 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 من القلب. وبغيت اي واحد يدعي مع هذا السيد هذا، وخا قال لي يعني ما تذكرش الاسم ديالي، ويعني مرحبا خويا وشكرا لك بزاف 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 بزاف. وراني اخويا راه مازال ما متيقاش، مازال ما متيقاش، لان احنا عاد نمشيو دابا حاليا نمشيو نجبدوها ونشوفوا فعلا. المهم هو الكود، المهم الكود اخوتي راه صيفط لي الكود، هو الكود، كود واش يبالكم اما بيناش هذا واش يبالكم لا. المهم حنا غادي نمشيو وغادي نشوفوا واش فعلا صيفطنا مسكين الفلوس او لا. واخويا شكرا 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 بزاف اخويا، شكرا بزاف. والمهم تبعوا معنا هذا لا فيديو هذا واش نكتشفوا واش فعلا هاد الفلوس هذه كاينه او لا، وصيفطات او لا. خليكم معنا، يلا غادي نمشيو دابا حنا عاد ننظم النعاس. ما بغيناش حتى نفطروا، قلنا ضروري خاصنا نمشيو ونشوفوا واش فيه على هنا لا. انا فرحت فرحت بزاف بزاف، ودرنا هذا الفيديو باش تشاركوا الفرحه معكم، وكذلك باش نتوما يطمئن قلوبكم وتعرفوا بان احنا الحمد لله بالدعوات ديالكم تحقق، واللايكات نتاعكم والبارطاج نتاعكم قدرنا اننا نحصلوا، وقدرنا يعني شاف الفيديو شي واحد اللي مسكين اللي قدر انه يتعاون معنا، وخا حنا ما طلبناش منكم المعاونه ولا شي حاجه، يعني احنا ممكن على الله فهمتوا، والله جابنا هذا السيد هذا، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وقدرنا احنا مازال عاد كنهضروا دابا، خلينا نشوفوا واش كاين فلوس ولا ما كايناش. يلا صافي، يلا خوت نشوفكم، نشوفكم اخواتي، باي باي. المهم اخواتي انا غادي نموت من فرح، انا راح نموت من فرح اخواتي، واتمنى يكون هذاك الشيء اللي صح، هذاك الشيء صح. ويلا اخواتي، ماما اخوتي احنا فرحانين بزاف 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 على اننا غادي نقدروا اننا نسافروا في اقرب وقت، وكنتمنى انه يكون بالصح بالصح، كنتمنى يا ربي يا ربي انه يكون بالصح. وفعلا صفت لنا الفلوس، واحد الفرحه اللي غادي نفرحوها ما غاديش تصوروا الخوت، ما غاديش تصوروا، لان خمس سنين اخوتي لاني ما شفت عائلتها، ودائما مسكينه كتبقى تقول لي بالليل ولا في اي وقت ولا في الغداء ولا في اي حاجه توحشت اهلي، كتقول لي راني توحش عائلتي، توحش محمد عائلتي. الا قالت لي في الغداء ما كنقدرش نكمل الغداء، قالت لي بالليل ملي كنبغيو نعسوا ما كنقدرش نكمل النعاس، كنبقى بزاف كنتقلب كنبقى نفكر بهذيك الهضره، وكنقول فوقاش يا ربي فوقاش يا ربي انني نقدر اننا نسافر، نديها غير هي نديها غير هي، ومنين جمعت الفلوس باش انني نخليها تسافر كيف ما شفت فيديو اخوتي، بغيت نخليها انها باش تسافر، ولكن ما قبلاش، قالت لي ضروري خصك تسافر معايا، ما يمكنش انا غادي نمشي نسافر ونسافر بوحديتي، باش تكمل الفرحه ديالي خصك تكون تسافر معايا. وهذا السيد مسكين شاف الفيديو وقال لي اخوي محمد راه انا اللي غادي نشتري لك البي ديال الطياره، يعني انا اللي غادي نخلص لك البي ديال الطياره. ودابا حاليا اخوتي حنا غاديين كنتمناو باش انه يكون بالصح، يا ربي يا ربي يا ربي، وشكرا شكرا شكرا لكم كاملين واحد واحد. راه خوتي الا درتي غير لايك راك ساهمتي باش انك تعاون هذا الكوبل هذا، راك ساهمتي باش انك تعاونه، غير داك اللايك راه شي حاجه اللي هي كبيره بالنسبه لنا، لانك قدرتي انك تعاوننا. بارطاجو بارطاجو. وشكرا لكم، يلا دابا نمشيو راه ما قدرناش نصبروا، محمسين، يلا نمشيو والله نشوفوا. يلا نمشيو. يلا. المهم اخوتي حنايا غاديين دابا حاليا، يا بسم الله حنا محمسين بزاف الخوات، والله الا محمسين بزاف بزاف بزاف. نقدر اننا نشوفوا العائله نتاع لاني، غيقدروا العائله ديال لاني يقدروا يشوفونا، يقدروا يشوفوا الحفيده ديالنا، العائله نتاع لاني يقدروا يشوفوا الحفيده ديالهم، يشوفوا بنتهم، يقدروا يشوفوا لاني، نقدروا اننا نشوفوهم حتى شي حاجه، واحد الفرحه ما تحسوش اخوتي، واحد الفرحه لا توصف
لا توصف لا توصف، واحد الفرحه اخوتي لا توصف. كنتمنى انه يكون هذا الشيء بصح. شو الاحساس ديالك راني دابا؟ حساسي فرحه بزاف. تعاونوا معنا اخواتي، تعاونوا معنا. الله يسهل على كل شيء ويسهل علينا ويسهل على جميع امه سيدنا محمد. الله يسهل عليكم، الله يسهل على كامل المسلمين ومسلمات. اخواتي فرحين بزاف، ما عرفتش كيفاش نقول لكم فرح لي حسيت دابا. فرحان بزاف. الله يا ربي الله، احساس واعر اخوتي، احساس واعر والله، الا احساس شي حاجه واعر. ما فيني نستنى هذا وقت اللي راح نشوف هذا اهلي، ما غاديش نستنى اخواتي، ما فيني نستنى هذا وقت اللي راح نشوف اهلي وراح نعنك، راح نعنك اهلي، نحضر مع اهلي بوزوز ويشوف بنتي ويشوفنا كاملين. هذا هو فرح 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 اخواتي، حياتي ما راح ننساه، فرح بزاف. اشكر ربي على هذول الناس طيبين، يا ربي شكرا بزاف على كل شيء يا ربي. بزاف انت الناس اللي كتبوا في لي كومونتير، بزاف ديال الناس اللي كتبوا في لي كومونتير في التعليق على ان خصنا نتعاونوا، وكل واحد كيقول مسكين. شحال من واحد قال نتعاونوا، كل واحد نعطيو غير 100 درهم غير 50 درهم لكل واحد، نجمعوا لهم فلوس البيي باش نخليو محمد يسافر مع لاني. ولكن اخوتي انا شكون اللي ما خليناش نقبل؟ شكون اللي ما خليناش نقبل؟ بزاف الناس بغاو يعاونونا، بزاف الناس بغاو يعاونونا. وشكون اللي خلاني انا ما نقبلش؟ انني شفت شي ثلاثه ديال لي كومونتير كيقولوا شي وحدين بان اخويا محمد، شحال من وحده قالت لي اخويا محمد غير غادي نتسنى، غير غادي نتخلص، غادي نصيفط لك، غادي نتخلص. تما تاثرت، يعني كيفاش وحده مسكينه خدامه، كيفاش وحده مسكينه خدامه وعندها حتى هي حلم، عندها طموح، عندها بزاف ديال الامنيات نتاعها، ومني غتخلص غادي تعطيني واحد 100 درهم ولا 200 درهم، هذيك 100 درهم ولا 200 درهم يعني زايده فيها، الزايده فيها غادي تحيدها من راسها، ربما تعبات عليها، ربما سمعت عليها هضره خايبه في الخدمه ديالها وغادي تعطيها ليا. انا ما قديتش اخوتي، يعني ما قديتش انني نشد مع شي واحد اللي هو محتاج داك 100 درهم ولا محتاج داك 4000 ريال باش يعاونني بها. انا ما قديتش، ما هنانيش خاطره انني نشد مع شي واحد الفلوس هو محتاج اصلا هذيك الفلوس اللي غادي يعطيني. فهمتوا اخوتي؟ يعني كاينين الناس اللي يعني يقدر يعطيو جوج ديال المليون، راه بحال اللي يعطيو 50 درهم، يعني يقدر يعطوك مليون 5000 درهم، راه بحال يعطوك شي غير مثلا بحال يعطوك غير 10 درهم. هذول لاباس عليهم، اللي لاباس عليهم. ولكن اخوتي انا فكرت في واحد الناس اللي ما عندهمش مساكن، راه غادي يمشيو يتكلفوا، غادي يمشيو يتسلفوا، غادي يمشيو يحيدوها من راسهم، يحرموا راسهم شي حاجه وغادي يعطيها لنا. هذيك هي اخوتي اللي ما قدرتش انا نتقبلها. علاش؟ لانه هو محتاج وانا محتاج، راه ما يمكنش المحتاج يعاون المحتاج. فهمتوا هذاك الشيء؟ علاش انا ما قبلش نبارطاجي معكم الحساب ديالي اولا الباي بال اولا، قلت لا ما خصنيش ندير هذاك الشيء. انا كندير قناه باش انا نشارك معكم الفرحه ونشارك معكم الحب ديالنا، نشارك معكم الحياه ديالنا، ماشي باش اننا نطلبوكم الفلوس ولا ماشي باش انني تعطيونا الفلوس. لا، حنا محتاجين غير اللايكات، محتاجين غير الدعم ديالكم، الدعوات نتاعكم، البارطاج ديالكم، هادشي اللي محتاجين منكم. ما محتاجينش منكم تعطونا الفلوس، لان حتى نتوما محتاجين اخوتي، كيف ما حنا محتاجين نتوما محتاجين. ولكن هذا السيد هذا قال لي يا خويا محمد انا باغي نتعاون معاك، انا باغي نعطيك الفلوس باش تخلص لك البيي ديال الطياره. يعني انا بغيت نخلص لك البيي ديال الطياره، داكشي اللي كان باش ما كان كيدير البيي انا غادي نخلصو لك. فاخوتي قبلت وكنشكره بزاف. ودابا حاليا راني قربت البنك الشعبي، عندهم ويستر يونيون، عندهم ويستر يونيون خوتي، لان صيفط لي مسكين في ويستر يونيون. ودابا حاليا راني غادي نمشي الويستر يونيون، انا قربت ليه هنايا، هو دابا النت هو هنا.
وغادي نشوف واش فعلا صيفط ليا مسكين او لا لا. خليكم معنا ونشوفوا. هادي بنك الشعبي، هادي بنك الشعبي اخوتي، عندهم ويستر يونيو، غنمشيو ناخذو من عندهم فويستر يونيو. ايوا على بركه الله، نمشيو ونشوف. بسم الله. اخواتي دابا محمد الرجلي دابا دخلت في البنك. اخواتي دخل دابا، خلينا نستناو هنا في الطنوبي، انا نستنى. المهم اخواتي راح نستنى هو، صافي خليكم معي نحضروا شويه. اخويا هذولي بعتنا الفلوس. اخويا شكرا، انا كنشكر لك في قلبي كتير، فرحت اخواتي. واخواتي نشوف، ويويرا محمد، شوفوا محمد، هجت محمد اخواتي. لا ربي السحادة، الحمد لله السحادة. كش اخواتي عجب فلوس اخواتي، شوف اخواتي عجب فلوس اخواتي. هنشوف اخواتي، انصبوا الكاميرا. شكرا حبيبي، شكرا خويا العزيز، شكرا. حنا غادي تحب قدامكم هاد البرا هادي. ها هي ويستر يونيو بنك الشعبي، خديتها والمبلغ ديال الفلوس. انا غنوريكم شحال عطاني مسكين توتال. ها هو مقلوب هادي يبان مزيان تما. لا مقلوب، انا طال هو هذا مصورك في قدام. انا نوريكم اخواتي مقلوب، كاميرا مقلوب. انوريكم اخواتي، ها هو اخواتي، وريهم ها هو اخواتي. هاي هذا هداس توتال هداس 1847 درهم اخواتي. هنا خوتي راه الاسم ديالو هو ما بغاش انه نذكر الاسم، خوت ما بغاناش اننا نذكروا الاسم ديالو. هذاك الشيء علاش اخوتي انا راني خبعت لكم، يعني وريتكم غير الفلوس. هو الفلوس كدير في سبيل الله اخواتي، علشان هيك ما كيبغي، ما بغاش يبان، ما بغاش يتعرف. هذا خونا من الجزائر، كاين في فرنسا، هو خلوق وترابي في فرنسا ولكن اصله جزائري. تحيه بكم الجزائر. وهذه هي الفلوس، تبارك الله. ها هو اخوات، شكرا بزاف اخويا، تبارك الله. هاد الفلوس هادي اخوتي، هاكي هاني بسم الله. هادي راه ديالي، ديالك، انا عطيتها لك هذاك النهار. هادي راه فلوس اللي ديالي، في ديال محمد. يا هي اخو، شكرا حبيبي، شكرا بزاف اخويا. شكرا بزاف اخويا، فرحتي. لو عرفتي قداش فرح لي هاد دابا، فرحه بزاف. نقدر غادي نمشي معاك، نقدر غادي نمشي مع لاني اخوتي، نقدر نمشي مع لاني في اقرب وقت. شوفي اخواتي دابا اول حاجه نديرو، دابا السيمانه راح يخرج باسبور ديال بنتي اخواتي، انا فرحان. المهم اخوتي ان شاء الله، انا كثير فرحان. واحد ثلاث شهور ان شاء الله، ثلاث شهور غادي نسافروا. علاش راني ثلاث شهور؟ ما عرفتش. حنا ما قلناش نمشيو من غدا، ما كناش نمشيو من غدا، ولكن ثلاث شهور بحال اخوتي باش ناخذوا البيي رخيص. لانني انا اول مره ما كنت مسافرت للفلبين، راه سافرت ب 13000 درهم و200، يعني 1,064,000 ريال بس سافرت للفلبين. يعني ضروري كتقطع الي وروتور باش تمشي للفلبين، ضروري خصك تقطع الي وروتور. والله انا غنقطعوا لها الي وروتور ديالها وليلى، وانا ليلى ما غاتكونش غاليه لان مازال صغيره، ربما تكون 5000 درهم، ربما على ما كنظن. انا مازال ما سقصيتش، تكون شي 5000 درهم ديالها، وكنظن تكون بصح، تكون غير 5000 درهم، ما تكونش اكثر. والله انا كذلك، وانا المهم البي كامل، يعني الطوطال ديال البي كامل راه غيطيح علينا بواحد 3 المليون، هي اقل 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 حاجه غيطيح علينا 3 المليون باش غادي نمشي. لان خويا الفلبين راه بعيده، يعني باش نمشي للفلبين راه كتشد الطياره من المغرب
كدير الاسكال. النهار اللي كنت مشيت انا ديك الاسكال في ابو ظبي، من ابو ظبي لمانيلا، من مانيلا يعني العاصمه ديال الفلبين مانيلا، من مانيلا لدافاو كنشدو طياره اخرى، يعني ثلاثه طيارات باش تسافر للفلبين، وكتقطع الي وروتور. يعني اكفس طياره قطعتها ب 13000 درهم و200 فاش قطعتها النهار اللي كنت مشيت. ودابا خوت غادي نصبر واحد 3 شهور باش يعني ضروري خصنا نقطعوا البي بعيد باش اننا نقدروا نسافروا، يعني باش اننا ناخذوا البي بثمن رخيص. احنا ما قررناش نمشيو هاد السيمانه نمشيو، ما قررناش البنت ديالي غيخرج الباسبور ديالها، ما قررناش هاد السيمانه نمشيو. ولكن اخوتي راه راه غادي يطيح لينا غالي بزاف، ماشي غير التيكيت اخوات، ماشي غير بي، بزاف مصروف. بزاف مصروف. اذا راح توصل في المانيلا اخوتي خاصك يعني هذا كتحبسوا 10 ايام. قولي له محمد قولي هو المهم ما داكشي علاش هو غادي يمشيو ان شاء الله. ملي غادي نمشيو نسافروا ان شاء الله للفلبين غادي يقبضونا في الاوطيل، يعني كيف ما كيديروا نيت هنايا يقبضونا في الاوطيل فواحد 10 ايام، وداك الاوطيل كيخصك تخلصو نيت تفات 3 شهور منها. هاد 3 شهور يعني خصنا 3 شهور باش نسافروا، منها غناخذوا بي رخيص، ومنها غادي نزيدو نشبعوا شي شويه ديال الفلوس يعني على ما نتخلص حتى انا وهذا. وهذيك الساعه غادي نوليو باش ديك الساعه غادي نوليو نسافروا، الساعة ان شاء الله غادي نسافروا، منها غادي ناخذ البي رخيص كيف ما قلت لكم، ومنها غنجمعوا شي شويه الفلوس باش نديو معنا. يعني ما يمكنلكش تمشي غير بفلوس الطياره ضروري. خلي خليني نكمل لهم راني عارفه ضروري كيخصك يعني فلوس باش يعني باش تمشي لتما وباش الدار وباش نصوروا لكم وداك الشيء. على الاقل خصنا نديو واحد 5000 درهم، يعني هي قليله 5000 درهم. لا ما كفاش 5000 درهم، ما كفاش. اوتيل في المانيلا غاليه اوتيل. وبعدين احنا ما عرفناش شوف احنا شنو ما بغى يكون، احنا واخا نمشيو كاع غير ب 1000 درهم كاع نضرو بها في الفلبين. المهم الاهم عندنا هو لاني تشوفوا عائلتها ويشوفوا بنتنا وكذا، فهمت؟ هذا هو الاهم. احنا ما كيهمناش واخا ما ندوش معنا الفلوس بزاف، هما عارفين العائله ديالنا عارفين يعني على قد الحال، واخا ما ندوش الفلوس بزاف باش ندورو تما وباش هذا، ولكن ماشي مشكل. المهم اللي عندنا والاساس اللي عندنا هو ان راني يشوفوها عائلتها وهي تشوف عائلتها. علشان اخواتي انا بدي منكم شي اخواتي، اذا بغيتوني عاونوني قدام الواحد. شوف اخوتي انا ما كنقبل دابا، شوف انا ما كنقبل لا فلوس، شوف ما كنقبل لا فلوس منكم لا حتى شي حاجه الحمد لله. وانا حشمان الخوت والله الا حشمان على هذه البركه اللي صيفطها لهذا السيد، اقسم لكم والله الا حشمان. ومازال ان شاء الله يسخر الله ويطلع القناه وسلعنا الله ويعني وتنور القضيه وتزهر القضيه، غادي نولي نتصل بيه، غنولي نتصل بك اخي ونقول لك اخويا الا كنتي تقبل انني نقدر نرجع لك هذيك الفلوس، الا قبلتي نقدر انا نرجع لك الفلوس اللي عطيتيها لي. دابا انت عطيتيها لي ما قلتي لي لا نسلفها لك ولا والو، انت عطيتيها لي، ولكن انا الا تيسرت عليا الدعوه ان شاء الله في واحد الوقت غادي نسول فيك اخويا وغنقول لك واش محتاج هذيك الفلوس نعطيها لك. وهذيك الساعه اخويا بغيت نردها لك، بغيت نولي نعطيوها لشي ناس اللي يحتاجوها عاوتاني اللي تاهما مساكن يحتاجوها، نوليو نعطيوها لهم. حنا اخوتي حنا كنشاركوا معكم الفرحه ديالنا، كنشاركوا معكم الحب ديالنا، كنشاركوا معكم الحياه ديالنا. حنا ما محتاجينش منكم الفلوس، فهمتوا؟ حنا ما محتاجينش الفلوس، والحاجه الوحيده اللي محتاجينها منكم هو انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو في الواتساب في انستغرام، بارطاجيو يا مكان تبارطاجيوه في فلاش يوتيوب اي حاجه تبارطاجيوه واللايكات، لان اللايك اخوتي ماشي كتخلص اللايك غير كتخلي واحد اخر كتخلي الفيديو انه يطلع ويشوفوه ناس اخرين. اللايك كتعاونك اليوتيوب باش يشوفوك ناس اخرين اللي ما كيعرفوكش، هذيك لايك. داكشي علاش حنا محتاجين اللايكات ديالكم، الدعم الوحيد اللي تقدروا تعطيوه لينا هو داك اللايك والتعليق والشارك الا كنتي اول مره كتشاهدنا وبارطاج. واخويا كثير تشكرك بزاف اخويا، هذا اللي عاونتنا خلاص محمد بي اخويا. شي نهار ان شاء الله شي نهار اذا انت محتاج مساعده محتاج شي نهار انت بدك محتاج شي مساعدة اخواتي، نحن جاهزين على سن نعاونك ان شاء الله. ان شاء الله بغيتي شي حاجة من المغرب نصيفطوها لك، مرحبا على الراس والعين اخويا. ميتي ست الدعوة مرحبا على الراس والعين اخويا.
ما راح نمسح لك الحياه. وراه بزاف ديال الناس كيبارطاجيو في انستغرام بزاف الناس كيبارطاجيونا في في يعني في اليوتيوب في الواتساب بزاف ديال الحوايج. كنشكركم بزاف بزاف اي واحد بارطاجا كنشكركم بزاف. استغفر الله لان اخوتي بزاف ديال الناس كنشوفهم على انهم كيبارطاجيو لانها اليوتيوب كتقول لي بانهم راه كتبارطاجا بزاف في الواتساب. وهذا الشيء اللي كنتمنوا منكم هو انكم تزيدوا تبارطاجيونا باش نزيدوا نطلعوا باش نزيدوا نتحطوا اكثر. وغادي نمشيو ان شاء الله للفلبين وغنصور لكم الحياه كيفاش دايره تما. وان شاء الله غير ملي غنمشي للفلبين اول حاجه غنديرها هو غنبني فران المسيره. هذاك الفران اللي بالطين غنبنيه وغادي ندير فيه فوق منه الرايه ديال المغرب. غادي يكون اول مغربي غيدير فران المسيره في الفلبين. واخواتي ان شاء الله راح نمشي للفلبين راح نوريكم كيفاش انا كنت عايش وكيفاش نحن عايشين انا واهلي. واخواتي عرفتوا اخواتي الشيء اللي حلم ديالي على هذا كان ديالنا لانه بزاف كنشوفوا مساكين بزاف كنشوفوا اخواتي مساكين. نفسي لي حلم ديالي راح يكبر كناتي وهادو مساكين فين نعاونوهم يعني فهمتوا اخواتي هذاك شي حلم ديالي. راني قلت لكم الحلم ديالها هو ان القناه تكبر وان تقدر انها تعاون بزاف الناس. يعني حنا كتلقاو خوتي راه كتشوفونا كنبارطاجيو بزاف ديال القنوات هاد الباديه كنبارطاجيو وكنعاونهم كيف ما كيعاونونا الناس. حنا كنعاونو الناس اللي حتى هما عندهم قنوات صغيره كنعاونوهم. ولاني قلت لك راه اللهني ملي كيوقف عندها شي سعاي ولا كيوقف عندها شي مراه ولا شي واحد كيطلبها ولا شي حاجه راه مسكينه تكون عندها غير درهم راه كتعطيها وباغا تعطي اكثر. وشي واحد ملي كيجي عندك كيقول لها عطيني في سبيل الله شي صدقه وما كتعطيش كيبقى فيها كتبقى شحال وهي كتفكر كتقول علاش ما عاونتوش وعلاش انا وكان غير عندي باش نعاونها وداك الشيء. وهي راني بغات تكبر القناه غير باش تولي كذلك تعاون الناس وفي نفس الوقت نتعاونوا بها حتى حنا. اخواتي بلا ما نطول عليكم بزاف بزاف اخواتي شكرا بزاف اخويا. انا غير بغيت نوصل لهذا الاخ هذا هاد الفلوس هذه اللي شفتوا معنا خوتي ومازال غنضيفوا عليها فلوس اخرى غير فلوس ديال البي راه ما غادي ناكلوها ما غنلبسوها هادي غير فلوس البي باش نفرحوا لاني وباش نفرحوا هذيك العائله اللي في الفلبين وباش نمشيو يشوفوها لان 50 ما شافوهاش. اخويا الخير اللي درتي خصك تعرف شنو هو الخير اللي درتي فرحتي جوج عائلات العائله ديالنا بس هي جوج عائله بس هي جوج عائله غير خلينا نكمل العائله ديالنا ديال دارنا فرحتي العائله ديال لاني والعائله نتاع اليوتيوب هادي الناس اللي كاينين اللي كيشاهدونا دابا راهم عائله ديالنا ثلاثه العائلات اللي راك فرحتي ليلى بنتنا غادي تشوف جداتها وجدها فرحتي خوت لاني دابا تشوفوهم معنا في لاف فيديو خوتهم لاني راه عندها سته ديال سته بناته واحد ولد فرحتهم مساكن فرحتو العائله والجيران ديال لاني فرحتي اخويا بزاف ديال الحوايج درتيهم فرحتيهم غير هنا في هذا لا فيديو راه بزاف نتاع الناس فرحتيهم راه ربما تكون هاد الفلوس انت اللي درتي يعني ربما تكون على ما كنظن تكون هاد الفلوس عندك يعني شي حاجه قليله يعني شي حاجه بسيطه راك درتيها ولكن اخويا راك درتي واحد الخير واحد الاجر اللي راه لا يوصف وشي حاجه اللي هي كبيره. فانا كنطلب من الناس اللي كيشاهدونا كلشي يدعي مع هاد السيد هذا وتحيه الناس الجزائر واحد واحد خوتنا وحبابنا. بغيت اي واحد كيشوف هاد لا فيديو هذا انه يبارطاجي ويدير لايك ويشارك اللي كنتي مازال ما مشاركش وبارطاج ودعيو مع هاد الاخ هذا اللي تعاون معنا ومع من ربي غادي يخيبك يا ربي. وحنا خوتي الحمد لله سبحان الله اي حاجه كنطمحوا ليها الحمد لله كتحقق. علاش؟ لان انا ما كنكرهوش الواحد ما كنحسدوش الواحد كنبغيو الخير كيف ما كنبغيوه لراسنا لاي واحد. بغيت نقول لك انت ولا انت قد ما خويا او اختي كتشوف واحد وكتفرح معاه كتشوف واحد وكتبغي ليه الخير راه ما عمر ربي غادي 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 ينقصك من شي حاجه. وقد ما انت كتشوف شي واحد وكتحسدو اولا كتشوف شي واحد وكت يعني ما كتبغيلوش الخير اولا ما كتبغيش خوك المسلم راك ماشي كتحيد منه راك كتحيد من رزقك وكتعطيه. يعني شحال من حاجه تكون جايك نتايا ولكن حيت انت ما كتبغيش الخير لواحد اخر راه ربي غادي يحيد لك انت وغادي يعطيه هو. فانا حاجه النصيحه اللي غنصحكم بها هو كاين بزاف ديال الناس كيبغيونا ولكن كاين واحد خمسه ولا سته ديال الناس
اللي كدير ديزلايك اللي ما عرفناش علاش كدير داك ديزلايك. هذوك الخمسه ديال الناس يكونوا اما القلب ديالهم ما كيبغوش الخير او لا ما كيبغوش ينشروا الحب او لا انانيين او لا كيبغوا الخير غير راسهم. فانا خويا باش نقول لك انا بغيت لك الخير، انا ما عنديش مشكل دير لايك ولا دير ديزلايك، ما عنديش مشكل، ولكن انا خويا راك بقيتي فيا انت، بقيتي فيا انت لانك انت راك حرمتي راسك من بزاف ديال الحوايج، وربي عطانا هذاك الرزق ديالك اللي كان غايجي كان ربما يكون عطاه لينا حنا اولا عطاه لواحد اخر. علاش؟ لانك انت كتبغي الخير غير راسك، الواحد اخر ما كتبغي ليش الخير. هذا ميساج لهذوك الناس اللي كيديك خمسه ديال الناس ولا ثلاثه ديال الناس اللي كيديروا ديال هكا. وشكرا لكم وتحياتي لكم ومرحبا، وشكرا لاي واحد بغى يتعرف علينا واي واحد شافنا في شي بلاصه عيط لينا خويا نجي ونهضروا معاك نتقهوا معاك نصوروا معاك اي حاجه، لان بزاف ديال الناس كتبغينا. وتحياتي لكم وشكرا لكم بزاف 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 بزاف. كنبغيكم مزيان ان شاء الله غنعطيو اكثر لهاد القناه هذه. تحياتي، ديري بحال هكا. هاك ابراهيم عرفت دابا هكا والله. شنو اخر كلمه عندك؟ اخر كلمه عندي اخويا والله فرحان بزاف اخويا، ويا ربي تدخلك في الجنه يا اخويا. امين. وشكرا على هذول الناس اللي كتبارطاجو وكادعوا معنا، وما راح ننسى هذاك الشيء في حياتي. واتمنى انك عجبوكم هذا الفيديو، ونشوفكم على فيديو اخر اخواتي بلا ما نطول عليكم. يلا محمد، هذا الفيديو درناه باش نفرحوكم وبان ربي يستجب الدعاء ديالكم اللي كدعيو معنا. الحمد لله قدرنا باش اننا نسافروا. باي 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 باي، اريدك اناني، مع السلامه.